في إطار المساعي الحكومية لوضع استراتيجية جديدة للطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة وسعيا نحو التخفف التدريجي من أعباء دعم الطاقة الذي يمثل الجزء الأكبر من منظومة الدعم في الموازنة العامة المصرية، بدأت الحكومة مشاورات مع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لبدء تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار الغاز الموجه إليها، والتي من المتوقع أن تتم في يوليو من العام المقبل، وهو ما يعني بدء تنفيذ خطة تحرير أسعار الطاقة بصفة عامة للمصانع في نفس الوقت. أنا بتصور أن يعني التأخير مش في مصلحتنا، والتدرج يعني احنا ما بنقولش ان احنا المساله تبقى من مره واحده، احنا بنقول نتدرج حتى لو الرفع جزئي، اعتقد ان ده هيبقى مناسب، واعتقد ان كثيرين متفاهمين هذا الكلام من رجال الصناعه. ويرتبط بدء تطبيق الزياده في اسعار الغاز بقدره الحكومه على توفير احتياجات المصانع كامله من الغاز، حيث تعهدت الحكومه ببدء استيراد الغاز خلال مايو المقبل لتوفير احتياجات الكهرباء من الوقود خلال صيف 2014، ورفع قدرات الشبكه القوميه من الكهرباء الى 28000 ميجا وات مقابل 25000 حاليا. كنت افضل انه قبل ما نتجه لتطبيق الزياده الثانيه ان احنا نحل مشكله الاتاحه في الاول، أنه المشكلة اللي بتعاني منها الصناعة حاليا هي النقص في الطاقة، فعملية الزيادة في الأسعار ما مش هتحل حاجة، يعني هتزود المشكلة أكتر، وخصوصا أنه الكلام عن زيادة في الأسعار بحجة أنه في دعم، لا ما فيش دعم موجود للطاقة في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، الدعم موجود بالنسبة للكهرباء، بالنسبة للاستهلاك السكني، بالنسبة للمصانع الصغيرة، لكن المصانع ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة بتدفع بريميوم على سعر الطاقة. كان اتحاد الصناعات قد عرض على الحكومة السابقة دراسة لتحرير أسعار الطاقة بصورة تدريجية خلال 4 سنوات ليزيد من 4 دولارات إلى 12 دولارا للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومن 4 إلى 6 دولارات للصناعات الأخرى، وتمت الموافقة على تطبيقه اعتبارا من يوليو الماضي، إلا أن تغيير الحكومة عقب ثورة 30 يونيو أجل تطبيق هذه الخطة. الخلاف لا يزال قائما في مجتمع العمال في مصر حول رفع اسعار الطاقه بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، لان رجال الاعمال يؤكدون على ان اتاحه الطاقه هي الاهم خلال هذه المرحله قبل التفكير في رفع اسعارها. عبد الرحمن الباسوني، سي ام بي سي عربيه، القاهره.